تواجد أربعة مدافعين مع الحارس. نعم. الهدف طبعا الأول لفريق الشرطة بعد مجهود فردي. هدف أول في هذه المباراة. مجهود فردي مشي بالكرة بأكثر تخطى أكثر من لاعب. لكن مشكلته مع قبل نهاية المباراة عملية الطرد. أنا هذا بدي أحكي عنه. هاي دروس. هاي. نعم هاي دروس. يعني فريق متقدم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. ما في داعي. يعني ليس هناك أي داعي. ما في داعي. للعصبية أو ربما نعم هنا ركلة الجزاء و. هدف الأول يعني. لرجع رافع. نعم 23 تماما. دروس أستاذ جوزيف يعني مفروض ما يأخذ البطاقة الحمراء. عم نشوف الهدف الثالث اللي طبعا إيجابي نيران صديقة مسمية نحن كرة من قدم اللاعب تامر حاجب محمد بالخطأ يعني طبعا. لكن عملية الفنية الرائعة من قصي حبيب. نعم قصي يعني الميزة اللي بيمتازوا فيها فريق الشرطة عندهم حلول فردية واضحة يعني عندهم مهارات فنية عالية عند اللاعبين يعني قصي ولا الواكد بين ثلاثة مدافعين. نعم. لابد أن يخطئ أحد المدافعين. أربع إلى خمس لاعبين. نعم أربع إلى خمس لاعبين يجدون حلول فردية في الملعب حتى يجدوا لعب بأكثر من مركز يعني ممكن المدرب يستعين باللاعب بأكثر من مركز وهذا يعطي أفضلية وأريحية للمدرب. وأيضا خاطئة تنتقل محاولة الارتداد. هذا الهدف الرابع وعملية تحضير جميل وأخذ المكان الفارغ. كم تمريرة. نعم تمريرة لكن الأخذ المكان الفارغ من رجا رافع شوف كيف تقدم وبعدين أخذ لنفسه مكان حتى يحضر له الواكد الكرة. طبعا في تفاهم بين اللاعبين من خلال فريق المجد سابقا. 13 من الشوط الثاني أربع خمس نقلات وحنشوفه هنا قصي حبيب والتفاهم والتناغم ما بينه قصي وبين قصي رجاء أيضا في حالة انسجام كثير كبيرة بين اللاعبين وهذا هدف رجاء هو الشخصي الرابع له والثاني في المباراة. نعم أربع تكون مهمة تسجيل هدف وهنا هدف نصوح يعني جميل جميل هدف جميل نعم إذن شفنا 11 لكن الأجمل هذا هدف نصوح من ركلة سابتي هدف جميل جدا يعني الأجمل أنه على حارس قدير يعني حارس مثل كركر يعني يفوت عليه هيك هدف أكيد جميل. نعم وهناك نبقى مع إذن أهداف المرحلة الخامسة من الدور الأول هناك الدور الثاني وهو دور الحسم وهنا هدف نصوح